مشاهدينا، وينضم إلينا من شرق الموصل القديمة مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، أهلا بك معنا. إذا تفاصيل تطورات المعارك في الجانب الغربي من مدينة الموصل حتى اللحظة. نعم، ما يخص التطورات اليوم، هناك تقدم من قبل قطاعات الشرطة الاتحادية من جهتين من المدينة القديمة، من جهة الغربية ومن جهة الجنوب غربية، من محورين. هناك معارك طاحنة صراحة في محيط المنطقة القديمة وفي محيط جامع النوري. من المؤمل مع نهاية الساعات هذا النهار أن تحقق هذه القطاعات تقدما مهما وتتوغل في بعض شوارع وبعض أزقة هذه المنطقة. حسب ما نراه بعيوننا هنا في هذه المنطقة، نحن قريبون جدا من منطقة الاشتباكات. هناك مقاومة من بعض مقاتلي داعش لتقدم القطاعات الجيش، ولكن قطاعات الجيش تحاول أن تعالج هذه القناصين خاصة. نعم وسام، هذه المقاومة اللي ذكرتها، كيف تصفها القوات الأمنية العراقية الآن مع كل الخسائر التي مني بها داعش في الموصل؟ نعم، القوات الأمنية مستعدة لهذه المقاومة، لأنه عناصر داعش أو مقاتلي داعش المتحصنين في المدينة القديمة ليس لديهم وجهة أخرى سوى القتال. نعم. يعني القوات العراقية بعد أن حاصرت مقاتلي داعش لم يبقى لهم أي خيار آخر سوى القتال والدفاع عن المناطق التي كانوا يسيطرون عليها. هم يقاتلون قتالا مستميتا كما يظهر فعلا، القتال شديد والقتال عنيف إلى حد هذه الساعة. فالقوات العراقية غيرت من تكتيك في محاور الدخول إلى المنطقة القديمة. هذا النهار القوات العراقية تحاول الدخول إلى المنطقة القديمة من محاور أخرى جديدة غير التي كان مرسوما لها ومخططا لها أن يتم الدخول. نعم وسام، إذن معارك طاحنة، قتال مستميت حول الموصل القديمة، ماذا عن المدنيين المحاصرين هناك من قبل داعش باختصار إذا سمحت؟ المدنيين لا زال هناك، لا زال المدنيين ليس باستطاعتهم الخروج، ليس هناك معابر آمنة استطاعت القوات العراقية تأمينها إلى حد الآن. المعابر الآمنة ليست مؤمنة، ولهذا المدنيين تمكنوا من الخروج إلى حد الآن في هذا النهار، خاصة من منطقة الموصل القديمة. هناك نزوح من حي الثورة، حي الثورة غربية المنطقة القديمة، أقصى غرب المنطقة القديمة. نعم. هناك نزوح من هذا الحي، لأنه نعم وسام، قوات مكافحة الإرهاب تحاول اقتحام هذا الحي. هناك نزوح من هذا الحي. نعم. ولكن من الموصل القديمة ليس هناك أي نزوح للمدنيين. شكرا. نعم. جزيلا لك حتى ساعة مراسلنا وسام يوسف من شرق الموصل القديمة، وطبعا سنكون معك دائما لمعرفة كل التطورات الميدانية من الموصل.